وعودة مع الملاعب العربية والإفريقية، والبداية من لبنان. عمرو زكي ينضم للعهد اللبناني لمدة موسم واحد بعد التوقيع في دبي. وقع عمرو زكي على عقود انضمامه لفريق العهد اللبناني لمدة موسم واحد، وجاء توقيع اللاعب خلال تواجده في مدينة دبي الإماراتية لاستكمال برنامجه التأهيلي، وذلك لينضم اللاعب إلى الفريق الساعي لاستعادة اللقب المحلي والمنافسة قريا في المواسم المقبلة. من جانبه أكد محمود حسام وكيل اللاعب والوسيط في الصفقة أن اللاعب وقع على العقود وحصل على مقدمة التعاقد، مؤكدا أن العقود سيتم إرسالها إلى لبنان لاعتمادها من رئيس النادي تميم سليمان. أضاف حسام أن زكي سيسافر إلى بيروت 9 سبتمبر المقبل لينضم لتدريبات الفريق اللبناني استعدادا للموسم الجديد. ومن لبنان للجزائر، ووفاق سطيف يصطدم باتحاد العاصمة في قمة الدوري الجزائري اليوم. ينطلق اليوم الموسم الجديد للدوري الجزائري بمباراة قمة مبكرة بين اتحاد العاصمة حامل اللقب وضيفه وفاق سطيف المنتشي بتأهل لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. يسعى اتحاد العاصمة الذي حافظ مدربه أوبيير فيلويد على الركائز الأساسية للفريق لمحو خسارة كأس السوبر أمام مولودية الجزائر لاستعادة الثقة وتحقيق نتيجة طيبة في بداية حملته للدفاع عن اللقب، بينما يسعى خير الدين مدرب وفاق سطيف لتأكيد أن التأهل التاريخي لقبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لم يكن على سبيل الحظ، وإنما للقارات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الفريق. والقادسية بطلا للسوبر الكويتي للمرة الرابعة في تاريخه. توج فريق القادسية بطلا للسوبر الكويتي بتغلبه على غريمه التقليدي الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب علي صباح السالم. أحرز أهداف القادسية بدر المطوع هدفين ودانيال سوبوتيش هدفا، فيما سجل للكويت كل من رافائيل فاستوس وخالد الشريدة. وبهذا الفوز يتوج القادسية بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه في البطولة التي تم استحداثها في 2008. والتونسي خالد بن يحيى يقترب من تدريب الترجي. أعلن نادي الترجي التونسي أنه توصل لاتفاق رسمي مع خالد بن يحيى من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم الكروي المقبل. ووفقا لصحيفة التونسية فإنه تم اتفاق رسمي بين رئيس الترجي حمدي المؤدب والمدرب خالد بن يحيى بخصوص تولي الأخير القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة خلفا للفرنسي سباستيان دو سافر. ووجهت جماهير الترجي التونسي أصابع الاتهام إلى دو سافر بسبب النتائج المخيبة للأمل في البطولة الإفريقية، وطالبت بضرورة إجراء تغييرات على الصعيد الفني في أسرع وقت من أجل إعادة الفريق إلى مساره الطبيعي. مشاهدينا معادنا مع فاصل تاني ونرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العالمية، ابقوا معنا.